المترانجر صليبة مترانجبة لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس، مواليد القمشلي، درس العلوم اللاهوتية والتاريخية والإكليريكية في الموصل العراق ثم في لبنان، وتابع تحصيله العلمي في أكسفورد وشيكاغو، وكتب ونشر عدة مؤلفات منها برية نصيبين، جوهرة انطاقية، مائدة انطاقية، كما علم في اللغة السريانية واللغة الشرقية، وله دراسة في الإتقان فلسفة الآداب الخلقية وهي دراسة حول ابن العبري، وهو عضو ومؤسس عامل في مجلس كنائس الشرق الأوسط وعضو في رابطة الدراسات اللاهوتية في الشرق الأوسط، وهو من العاملين المثابرين في نشاطات الحركة المسكونية. أهلا وسهلا بسيدنا، الكلمة لك. شكرا. بريخ طفرو المريت مالينان سرتين ميلين بليشونو سريويو ميطولو مودو أورومويو قدمويو وانو محاوي عال شرشي وعال مبعي ريشوي دلهون مف بيتنان كولان لطلهودي مودينو ساقي الدكتور عماد شمعون والحبراو وهولين دقراو اللو مودو هونو تولي ساكي اللو مودين سيادة راعي المؤتمر ممثل غبطة البطريرك الماروني مار نصر الله بطر الصغير أصحاب السيادة أيها الإخوة الأحباء والأخوات، عندما دعت الجبهة الآرامية الثقافية إلى هذا المؤتمر تملكتني فرحة عميقة تعادل قليلا فرحة الملك أحيرام المنبعث من قبره صباح هذا اليوم برسالته التاريخية إلى هذا المؤتمر والمجتمعين فيه. ولأني أعرف شخص دينمو هذه الجبهة الدكتور عماد شمعون، فأقدر أن هذه الخطوة في رحلة ألف ميل هي مهمة جدا وضرورية من أجل بعث ما نتمنى أن يقوم من تحت التراب من تراثنا وحضارتنا وما لنا في سالف الأيام وحاضرها ومستقبلها إن شاء الله. وعليه وبناء على اقتراح منظمي المؤتمر أقول كلمة في 10 دقائق عن جذور أو الجذور الآرامية للكنائس السريانية الأنطاكية. أولا كلمة أرام، أحب سيادة المطران فرانسيس البيتري أن أعرف بها ماذا تعني. تاريخيا تعود الكلمة إلى أرام ابن سام ابن نوح، وهو أخ من أخوتين خمسة يذكرهم سفر التكوين، قينان وأرفكشاد ومهلائيل وأشور وأرام. من جنس أرفكشاد جاء المسيح حسب تسلسل لوقا، فإذا يكون المسيح من نسل هذه العائلة السامية من نسلنا من آبائنا وأجدادنا، كما قال قداسة سيدنا البطريرك مرناطيوس زكا الأول قبل بضعة أيام إن المسيح كان سريانيا ومن بلاد سوريا بلاد أرام، فنحن نثني ونؤكد هذه المقولة، كان آراميا سريانيا ويتكلم لغتنا المقدسة، ونعتز بالانتماء إلى هذا النسب الفضيل الكريم الكبير. أرام بالسريانية لغة تعني المرتفع العالي، وهو من جذر رومو الذي يعني العلو والارتفاع، وكل اسم في التاريخ له معنى باللغة التي ولد فيها أو ركب من أكثر من لغة ويعطي المدلول. فالمنتسب إلى أرام يعني إنه ينتسب إلى شيء سامي عالي مرتفع، مش بس بالجنس السامي الساميين
بل أيضا من الجنس المتعالي المرتفع الرفيع العماد. من هنا الآراميون هم قوم من الرفعة والنخبة الذين مثلوا دورهم الأمثل على مسرح التاريخ، مسرح هذه الأرض وما امتد إليه في أرض الله الواسعة. جغرافيا بحسب التاريخ بلاد آرام والسريان تمتد إلى بلاد فارس شرقا وإلى سواحل البحر الأبيض المتوسط غربا ومن بلاد أرمينيا شمالا إلى شبه الجزيرة العربية جنوبا. في هذه البقعة العظيمة من بلاد الشرق ولد الآراميون اليوم.